الله يعطيك العافية. الله يعافيك. انت الحين تنفخ ولا تنتفخ؟ انتفخ وانفخ. تنتفخ. الله يعطيك العافية. نتعرف على الأخ. الأخ كاظم فارس شايع. كاظم فارس شايع، بأي مدرسة؟ مدرسة الصليبي خاتم المتوسط. الصليبي خاتم المتوسط، بأي صف؟ رابع متوسط. ما شاء الله، شاد حيلك بالدراسة. إن شاء الله. الجربة هذه أو إيش نسميها هذا؟ الهبان. الهبان. بس نفخه وبعدين وين يطلع الصوت؟ أي صوت؟ طلع من هذه. إيه من المطبق ماله. هذا مطبق يسمونه. هنا. إيه. زين، العزف على الهبان هذا من متى بدأ عندك يعني؟ والله من تقريبا حوالي سنة كذي. إيه. تعزف مثلا في المدرسة ولا في مناسبات يعني؟ إيه. خاصة ولا مع نروح التمرين؟ إيه. تمرينات والشباب وعلى قاعدة بفريج وفرقة طلعت البر مثلا، طلعت البر وهذا كذي. في حفلات الزواج يعني العرس، ما العرس تدق فيه؟ بعراس لا والله ما نطلع، ليش؟ إن جماعتي مستحين. إيه. مستحون. وهذا ربعك من مدرستك؟ إيه نعم، من صليبي خات. إيه نعم. إيه. زين، قلت لي شو اسمك؟ كاظم. كاظم فارس. كاظم فارس. عندك هوايات ثانية مثلا غير العزف على الهبان؟ يعني هواية موسيقى أو يعني إيه هواية موسيقية مثلا؟ هواية موسيقى والله الآلات اللي يمك هذيل كلهم، العدة هذه كلها؟ إيه نعم. هذا عود؟ عود وناي وجيتار وكمان. يا سلام، هذا شو تسوي فيهم؟ أعزف فيهم. تعزف فيهم؟ إيه نعم. كلهم؟ كلهم. يعني نسمع ما يخالف؟ ولا يهمك، تفضل. يلا تفضل. شيء طبعا العود. إيه. تقاسيم ولا عاد وين حاط الريشة؟ كاهي. اي زين، اشوي تبي تقاسيم العود الحين. ماصول يسمونه. اي بس له ناي يعني. إيه ماصول نوع ثاني. كم قضى في الماصول هذا؟ ستة. ستة. إيه. يلا غيره. غيره عندي طقة على الجيتار يساعدني فيها الأخ جاسم. إيه. على الكرديون. يلا أبو جاسم. اسمك جاسم؟ جاسم حميد. إيه في رماثية وياك. في صليبي خات عفوا. إيه عافية والله.
عاشور اثنين. بعد اخر اله شنو هي؟ الكمان. الكمان طبعا. يلا قواك الله خلينا نسمع. صدق انك فنان جاسم، ساعدنا عليه. يلا كاظم. ايوه شكرا يا شباب. الاخوان كلهم معك في مدرسه. نعم. الاخ شو اسمك؟ يحيى حسين. يحيى حسين. والاخ سالم ظافر. سالم ظافر. شكرا. ايش تتمنى في المستقبل ان شاء الله؟ تكون فنان مطرب مثلا؟ لا والله تصير عازف او مدرس موسيقى. شكرا، نتمنى لكم التوفيق. شكرا يا شباب. الله يسلمك.